بعد حرارة الرأس الشرقي مع داني بستروس يمكن صعب شوي نحكي عن أساس الغناء الشرقي، ولكن واجب نعطي فكرة سريعة عن هالغناء وهالفن. اتوج الغناء الشرقي بالرسائل السماوية وأوصت الصلاة بإنشاد الديانات. القرآن الكريم بيقول ورتلوا القرآن ترتيلا، وبالعهد القديم منلاقي الجملة التالية سبحوا بالأعواد والنايات والإنشاد. الحقيقة تأثير الطائفة والديانات عطيت أغاني وأشكال غنائية، مثلا الحسينيات عند الطائفة الشيعية، الندب والحدى عند الطائفة الدرزية، الترتيل الكنائسي بيزنطي لاتيني وسرياني، التجويد آية الذكر الحكيم أو بما معروف التجويد القرآني. الغناء الشرقي اليوم هو نتيجة لحضارات قديمة ولديانات، وهالشي خلق أنماط غنائية، النمط المصري، الشمال الأفريقي، القدود الحلبية، الموشحات، المقام العراقي، والفولكلور الجبلي الريفي والفولكلور الساحلي. وهون التمييز بيكون واجب علينا بين هاي الفولكلورين. المغني اللي رح نسمعه الليلة واللي هو كمان لمع الوحيد مش من استوديو الفن، ولكن بلش مسيرته الفنية بكندا وانشهر ولمع بالال بي سي على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال. والنمط يلي بغنيه هو غناء شعبي حديث. رح نسمع سوا توني حتشيفي. عنك هالمريول ويلا تنطير سوي، حتى اصبر مش معقول لاخر هالصيفي. زدتي عنك هالمريول يلا تنطير سوي، حتى اصبر مش معقول لاخر هالشتوي. لاهلك بكره رح قول قدامن فتنة تحلول، يما قاتل او مقتول يما بتعطولي هي. زدتي عنك هالمريول يلا تنطير سوي، حتى اصبر مش معقول لاخر هالصيفي. زدي عندك هالمليون يلا تنطير سوي، حتى اصبر مش معقول لاخر هالشتوي. لاهلك بكره رح قول قدامن فتنة تحلول، يما قاتل او مقتول يما بتعطوني. ايوه خبرت له قصة، قال لي ما مجوز بنتي بعد ما خلص الدرسة. امك ما بدها تعطي وبيك خبرت له قصة، قال لي ما مجوز بنتي بعد ما خلص الدرسة. الله يقطع عمر الدرس بدي اياكي انت وبس، الله يقطع عمر الدرس بدي اياكي انت وبس. وجوا بقلبي اعمل عرس، بحضر عرسك عيني
بيت أهلك بكرة رح أقول قدامن بدها تحلول يا أما قاتل أو مقتول يا أما بتعطوني هي سدي عنك هالمريول يلا تنطير سويه حتى أصبر مش معقول كافر هالشتوية سدي عنك هالمريول يلا تنطير سويه حتى أصبر مش معقول كافر هالشتوية لأهلك بكرة رح قول قدامن في التبت حلول يما قاتل أو مقتول يما بتعطوني هي شب بيتهمني وظروفي مثل ظروفه وملوعة أكتر مني بكرة خيك رح شوفه خيك شب بيفهمني وظروفي مثل ظروفه وملوعة أكتر مني مثلي خيك بعده شب بيعرف إنه ظرفي صعب مثلي خيك بعده شب بيعرف إنه ظرفي صعب ودايق طعم جنون الحب مأكد رح يرضى فيه لأهلك بكرة رح قول قدامن بدها تحلول يما قاتل أو مقتول يما بتعطوني هي سدي عنك هالمريول يلا تنطير سوي حتى أصبر مش معقول لآخر هالصيفية سدي عنك هالمريول يلا تنطير سوي حتى أصبر مش معقول لآخر هالصيفية لأهلك بكرة رح قول قدامن بدها تحلول يما قاتل أو مقتول ويما بتعطوني يما بتعطوني يما بتعطوني هي